شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إحدى الأشياء المهمة التي نحتاج إليها نحن طلاب العلوم الدينية بل يحتاجها كل إنسان في الحياة، سواء كان تاجرا أو كاسبا أو موظفا أو مديرا، هي سعة الصدر. هنالك في القرآن الكريم آيتان ضمن آيات أخرى تتناولان هذا الموضوع، الآية الأولى الله تعالى يخاطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في سورة الانشراح ويقول: ألم نشرح لك صدرك. يكفي في عظمة هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها على نبيه أن سورة كاملة من سور القرآن تحمل هذا الاسم الانشراح. وهنالك بحث عميق ينبغي أن نتناوله في وقت آخر حول أسماء السور القرآنية. لماذا سميت سورة البقرة بسورة البقرة؟ هنالك نظرية، وهذه النظرية تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى استقراء.
وملخص هذه النظرية أن كل اسم من أسماء السور القرآنية يمثل المحور الذي تتحدث عنه تلك السورة، مثل ما أنه في الخطاب هنالك محور، وفي الكتاب هنالك محور، في السور القرآنية هنالك محور، وكل آيات السورة تدور حول ذلك المحور. فسورة البقرة مثلا محور هذه السورة كلها قضية البقرة، ولكن كيف؟ هذا يحتاج إلى بحث آخر. على كل حال، أسماء السور في إحدى النظريات تدل على محور تلك السور، وفي نظرية أخرى تدل على أهم مضمون تضمنته السورة. الآن هذه النظرية كانت تامة، النظرية الأولى، النظرية الثانية. على كل حال، الانتخاب لاسم لابد أن تكون هنالك أهمية تكمن وراء هذا الانتخاب. سورة من سور القرآن الكريم تحمل اسم الانشراح، ألم نشرح لك صدرك. هذه نعمة الله تعالى يمتن بها على نبيه. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يمكن أن يكون هنالك تسلسل طبيعي بين هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى شرح لنبيه صلى الله عليه وآله صدره، هذا أولا. الشيء الثاني، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر يعني الثقل، الله تعالى وضع عن النبي الأثقال. أنتوا إذا تريدون أن تديرون عائلة فيها ثلاثة أفراد إدارة، مو أنه بعض الآباء يتركون عوائلهم وأبنائهم، لا، تريدون أن تديرون عائلة من ثلاثة أفراد، الأب والأم كم يتحملان لتربية ثلاثة أفراد؟ بعض الأولاد يشيبون آباءهم حقيقة، يشيب. النبي صلى الله عليه وآله الذي اطلع بهذه المهمة العظيمة التي هي أعظم مهمة في تاريخ الكون، هداية البشرية إلى يوم القيامة، في ذلك المحيط المعقد المليء بالمتناقضات،
شلون النبي تمكن أن يتحمل هذه الأثقال؟ شلون النبي تمكن أن يتحمل هذه الأثقال الهائلة؟ وكيف وضعت عنه هذه الأثقال؟ هذا الوضع ما هو ماهيته؟ هل كان وضعا خارجيا أو كان وضعا داخليا؟ ربما والله أعلم يكون وضعا داخليا. النبي خو مشكلات ما انتهت، الأثقال التي كانت على النبي صلى الله عليه وآله ربما في كل يوم كانت تكثر، لأن مسؤوليته كانت تكثر. فكيف تم هذا الوضع؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. عندما واحد يشيل شيء ثقيل، ظهر الفقرات يخرج منها صوت، هذا يقال له الإنقاض. المقطع الأول جواب عن هذا السؤال. النبي صلى الله عليه وآله كان يمتلك قلبا كبيرا. الفرد الذي له قلب كبير كلما يواجه من المشكلات وكلما يواجه من الأثقال، انتوا أخذوا فرد حجر صغير ألقوا في حوض ماء، وإذا بهذا الحوض يتموج ويفيض ربما بحجر، ولكن ألقوا مئات الأطنان من الأحجار في البحر، البحر يحتوي كلها. القلب الكبير، ماكو واحد في هذه الدنيا ما عنده مشكلة، أكو واحد ما عنده مشكلة، أكو هنالك عالم ما عنده مشكلة، أكو تاجر ما عنده مشكلة، أكو رجل ما عنده مشكلة، أكو امرأة ما عندها مشكلة، كل عندهم مشاكل. ولكن القلب عندما يكون كبير كلما يواجه من مشكلات يحتوي هذه المشكلات. إذا نريد نمثل بمثال مادي، مثل البدن الضعيف والبدن القوي. الفرد اللي بدنه قوي، بعض الأفراد قالوا لي أن الطبيب قايل لنا أنت يجب أن لا ترفع كتاب، حتى كتاب من 100 صفحة ما يتمكن هذا البدن يرفع، ما إلى طاقة. وأكو واحد يأتي ويحمل 100 كيلو بدون أي مشقة، مو الفرق أن هذا المدى يحمل ثقل، هذا اللي يحمل 100 كيلو دا يحمل ثقل ولكن بدنه بدن مقتدر. القلب الكبير هالشكل، أي مشكلة يواجهها مهما كبرت هذا قلب أكبر من تلك المشكلة، فكأنه ماكو مشكلة. يعني عندما تلاحظون العظماء الذين قلوبهم كبيرة كأنه مشكلة ما عنده، وهو يعاني أمر المشاكل، هذا القلب الكبير. المرحلة الأولى شرح الصدر. المرحلة الثانية وضع الوزر. الوضع قد يكون وضعا باطنيا داخليا، يعني لا يشعر بهذا الثقل،
وربما أيضا يكون مضافا إلى الوضع الباطني وضعا ظاهريا أيضا. يعني المشاكل تتحطم أمام هذا القلب الكبير شيئا فشيئا. المرحلة الثالثة: ورفعنا لك ذكرك. حقيقة واحد عندما يشوف ما أعطاه الله للنبي صلى الله عليه وآله، أنه قرن اسمه باسمه، شوفوا شلون تكريم وتعظيم والرفع. في الشهادتين أول ما واحد يريد أن يدخل في الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. في الأذان، في الإقامة، في التشهد، في القرآن الله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لولا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذه مراحل ثلاث: سعة الصدر، وضع الوزر، رفع الذكر. هذه ثلاثة متدرجة. هذه آية في القرآن الكريم. والآية الثانية التي تتناول طرفا نقيض من هذا، الله تعالى يقول: يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في بعض الأفراد هذه الآية يقولون إنها من معجزات القرآن الكريم. هذه الآية ما كانت مفهومة بهذا النحو إلى أن جاءت العلوم الحديثة. العلوم الحديثة تقول أن الهواء في هذه الطبقات الدنيا مضغوط ضغط، ولذلك إحنا نتمكن نستنشق هذا الهواء، ولكن كلما صعدنا إلى فوق كثافة الهواء تقل. ولذلك واحد إذا يصعد عدة كيلومترات، اللي هذا ما كان مألوف في العهود القديمة، التنفس يكون مشكلة عليه، بصعوبة يتنفس. وإذا صعد أكثر فأكثر التنفس يصل إلى حد شديد بحيث يغمى عليه، إغماء يوغا. يجعل صدره ضيقا حرجا، الحرج يعني شدة الضيق، كأنما يصعد في السماء. الآية عجيبة، هي الآية فيها صعوبة. كلمة يصعد هي كلمة صعبة تعبر عن ذلك الوضع. بعض الأفراد ما يتحملون، لا يتحمل البيت، ولا يتحمل المجتمع، ولا يتحمل مراجعين، مثل واحد اللي بيتانج، يعني ضيق في التنفس ما يتمكن، يشعر أنه دا يختنق. ما أدري شايفين هؤلاء الأفراد اللي فيهم ضيق في التنفس، يشعر أنه دا يختنق. بعض الأفراد هالشكل في تعامله ويا المجتمع يشعر أنه بحالة الاختناق. هذه آية تتناول ذلك الجانب، وهذه آية ثانية تتناول هذا الجانب، جانبي القضية.
وهنالك آيات أخرى في القرآن الكريم تتناول هذه القضية المهمة. ننتقل إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع الآخر المجالات التي تحتاج إلى سعة الصدر، نذكرها باختصار. أولا الخط العلمي. واحد من الإخوة ترك طلب العلم، قلت لي ليش تركت؟ معمم كان لكن بعد ما كان يحضر، قال بعد أعصاب لطلب العلم ما بقت لي، أعصاب ما عندي. طلب العلم يحتاج إلى أعصاب. واحد الغارق في المشاكل الاجتماعية، تعال شوف المعنى الحرفي يعني شنو، كم قول أكو بالمعنى الحرفي؟ أربعة أقوال. القول الأول كم دليل إله؟ ثلاثة أدلة. الدليل الأول كم رد أكو عليه؟ ردان. الرد الأول كم مناقشة أكو بي؟ واحد خلق ما عنده. ولذلك تشوفون أن الأكثر يبدأون بطلب العلم، شوية شوية حركتهم تفتر تفتر تفتر، وإذا بهم يتركون. هذا يحتاج، طلب العلم يحتاج إلى قلب كبير وتحمل. وإنتوا إن شاء الله من الآن ابنوا على أن تتابعوا الخط العلمي إلى النهاية. حتى ذاك اللي كان في لحظات الاحتضار سأل ذلك العالم عن إرث الأجداد الثمانية، إذا واحد مات وله أجداد ثمانية، أظن هذا الفرع من عهد آدم إلى يوم القيامة يمكن ما يتفق، أنه إذا واحد مات زوجة ما عنده، أولاد ما عنده، أبواه ماتا، آباؤهما اللي هم أربعة ذولا كم كانوا ميتين، آباء ذول الأربعة اللي هم الثمانية موجودين، فالأبوان ميتين والآباء الأربعة فوقهم ميتين، الأجداد الثمانية موجودين، هذا الإرث كيف يعطى؟ أنتوا اسألوا هذه المسألة من 30,000 واحد، شوفوا واحد منهم يعرف الجواب على ذلك لولا. في معادلات رياضية معقدة. في لحظات الاحتضار سأل ذلك العالم كيف هو إرث الجدات الثمانية، فقال له أنت في هذه الحالة شي فيدك هذا؟ قال أن أموت عالما أفضل أو أموت جاهلا. يقول فشرحت له إلى أن فهم. يقول عندما طلعت وإذا بي أسمع الناعية من داره، مات بعد لحظات لو بعد دقائق. هذا يحتاج إلى خلق. العم السيد المجتبى حفظه الله كان يقول واحد أعصابه يجب أن تكون بهذا النحو، أنه إذا كانت زوجته في حالة الولادة وحالة خطرة لا يفهمها إلا من مر بهذه الحالة وفعل كل شيء من طبيب وطبيبة ودعاء وما أشبه ذلك، وأنهى بعد ما عنده شغل الآن، زوجته في حالة الطلق يأخذ الكتاب ويطالع، هالشكل لازم يكون.
علماءنا هالشكل كانوا، وهكذا أعصاب كانت عندهم. إن شاء الله يجب أن نصمم على أن نتابع الخط العلمي إلى النهاية بكل قوة. الخطباء المؤلفون، تشوفون بعض الخطباء أول ما يبدأ بخطابته يتعب عليها 8 ساعات، بعدين شوية شوية بعد ما عنده خلق تصل القضية إلى حد. أحد الخطباء كان يقول أنا عندما أقعد فوق المنبر وأقول بسم الله أفكر شنو أقول. إذا واحد كان خطيب أيضا يتابع. هذا الخط الأول، الخط العلمي. الخط الثاني، الخط العبادي. العبادة تحتاج إلى قلب كبير. هذه القضية لأحد علماء البحرين، وحقيقة قضية مؤلمة. هذه القضية يقول احنا غالبا ما نأتي بالنوافل، هو الاتيان بالنوافل يحتاج إلى خلق، أنه تعال صلي نافلة الصبح وصلي نافلة الظهرين. ما أدري في 100,000 واحد أكو واحد يصلي نافلة الظهرين، وتعقيبات ونافلة المغرب ونافلة العشاء وصلاة وواعدنا في هذه الليالي اللي يكتب له ثواب المشاركة في الحاج. خلق ما عدنا غالبا. يقول أنا ما كنت أصلي نوافل الظهرين. يقول في يوم من الأيام هو كان إمام جماعة، كنت في المسجد فرأيت حدادا وهو يصلي نوافل الظهرين، فجدا تأثرت، قلت أنا من الصبح إلى الظهر شغلي أنه أخذ قلم وأجر هذا القلم، هذا هو على الورق، أو أخذ فت كتاب وأطالعه. وهذا الحداد المسكين من الصبح إلى الآن رايح في ذلك اللهيب المشتعل ويضرب ويعرق. ما أدري شايفين الخبازين لو ما شايفين شلون يعانون حقيقة، وبعض في شهر رمضان أي معاناة يعانون الخبازون الحدادون بقية ذوي الحرف العمال اللي أنا شايفهم في صيف الكويت حقيقة في هذا الحر الشديد يأتي ويعمل. اللي إحنا 5 دقائق نطلع من البيت إلى المسجد نتأثر بهذه الحرارة، هذا من الصبح لليل يشتغل. واحد من العمال قال لي الظهر ما أتمكن أتغدى. واحد عندما الحر يأثر عليه بعد ما يتمكن يتغدى يقول أكل خبز ولبن مثلا، خبز وجبن هالشكل. هذا الحداد اللي يشتغل في اللهيب المشتعل من الصبح للظهر هذا يصلي نوافل الظهرين وأنا ما أصلي. يقول هذا العالم من ذلك اليوم صممت على أن أصلي نوافل الظهرين. الحقيقة هؤلاء يكونون حجة علينا في يوم القيامة، أمثال هؤلاء. إحنا نقول ما نقدر ما نتمكن. أحد الطلبة قبل كم يوم سألني قال أنا عندما أقوم لصلاة الصبح الآن الأذان حوالي 6:15 بصعوبة أقوم، فماذا أفعل؟
قالت له: أنت عندما تقوم ساعة 6:45 لصلاة الصبح، اتذكر أكو أفراد قايمين من ساعة 3 مشتغلين بالعبادة والمطالعة. أكو واحد الآن في قوم وهو رجل شيخ كهل، ينام ساعة 12، إيش قد؟ ابنه قال لي: هذا أبوي كل يوم ساعة 3 يقوم ويشتغل بالمطالعة والعبادة إلى الأذان وبعد الأذان، فإذا قمت ساعة 6:45 بصعوبة فكروا أن ذاك العالم الشايب قايم من ساعة 3. إذا يوم قمت ساعة 3 شوية شوية، إذا قمت قبل الطلوع بخمس دقائق، أكو فد واحد قايم قبلكم بنصف ساعة. إذا قمت قبل نصف ساعة أكو واحد قايم قبلكم عند الأذان. إذا قمت عند الأذان أكو واحد قايم قبل الأذان بنصف ساعة. إذا قمت قبل الأذان بنصف ساعة أكو واحد قايم بساعتين قبل الأذان. إذا قمت قبل الأذان بساعتين، بس يوم من الأيام قمت ساعة 3 وعبدت الله وطالعت إلى أذان الصبح، اعلموا أكو أفراد من أول الليل قاعدين إلى هذا الوقت. فواحد كلما يعمل وكلما يركض، يقولون إحدى آيات القرآن العظيمة في الحث على طلب العلم، لعله يقولون أقوى آية في الحث على طلب العلم: وفوق كل ذي علم عليم. إيش ما ركضت. الوالد رحمه الله مضمون كلامه، طبعا هذا الكلام كان للتحريض، كان يقول: احنا عمر ركضنا وما وصلنا الى شيء، فالافراد الذين لم يركضوا الى اين يصلون؟ هذا الشعور المؤمن حقيقة. يعني المؤمن حتى اذا ركض وأصبح أعلم العلماء، يجب أن يعلم فوقه أكو عليم أيضا، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل عابد عابد أكو. إذا أصبحت أعبد العباد، اعلموا أكو فوقكم عباد أفضل منكم. العبادة تحتاج إلى قلب، الذين بلغوا كانوا مثلنا. في يوم من الأيام إن فريدون لم يكن ملكا ولم يكن بالعبير معجونا، ما كانوا أفراد غير طبيعيين، كانوا مثل بعضهم أمكانه أقل من البناء. الإمام قال: على ما بنيت أمرك. أكو واحد يبني على أن يتحمل كل شيء، وأكو واحد يبني على أن لا يتحمل أي شيء. هذا الشيء الثاني. الخط العلمي يحتاج إلى قلب كبير، الخط العبادي يحتاج إلى قلب كبير. ثالثا، الخط الإداري يحتاج إلى قلب كبير. إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. هذه الأوعائية قد تكون أوعائية علمية وقد تكون أوعائية عملية. واحد يبني على التحمل، تحمل البيت، تحمل الأولاد، تحمل المجتمع،
أحد كبار العلماء، عالم كبير، كان قبل حوالي 100 عام يمكن، نقل لي واحد عن أحد تلاميذه، قال هذا كان مبتلى بزوجته. إحنا عادة مبتلون بزوجاتنا كثير يعني منا، لأن قد يكون واحد هو يفهم أما زوجته لا تفهم، يعني لا تفهم ما يفهم. إحنا ننتظر الآخرين يفهمون مثل ما إحنا نفهم، ما يفهم. مثل واحد يتوقع أن الطفل يفهم مثل ما أنا أفهم، هو ما يفهم الطفل. قال هذا العالم كان مبتلى بزوجته، وهاي زوجته أخذت نصف عمره، يعني أشغلته، كان يتحملها. عد كان ينقل قضايا في ذلك. هذه القضية نقلها العم حفظه الله عن تلميذ ذلك العالم. تلميذه كان واحد من الشيبة في طهران، توفي قبل أعوام. قال يقول هذه المرأة كانت مبتلاة بالشك، تشكيك، تشكيك مفرط، وكانت لا تعتقد إلا بهذا العالم، يعني زوجها. هي كأنه كانت مريضة أو كذا، هو إدارة كان يقوم بشؤونها، فنصف عمره قضاه في إدارة زوجته. مثلا كان يقول إحدى الأشياء، فد مثال كان يقول، كان يقول أنه في يوم من الأيام في النجف، العالم كان في النجف وإلى كتب علمية أيضا، يقول كان في النجف، أكو في النجف الذين ذهبوا سراديب عميقة معروفة، في ذلك السرداب العميق كان أكو حب كبير، حب، أكو عندنا جرة صغيرة وعندنا حب كبير. ففي رأي هذه الزوجة أن هذا الحب تنجس في يوم من الأيام، بس ليش هالشكل؟ فصار القرار يجيبون حمال يطهروا. هي قالت ما يمكن تطهيره هناك في ذاك السرداب العميق، فلازم يجيبوه فوق ويغسلونه ويخلوه في أشعة الشمس حتى يجوف، والماء لازم ينفذ إلى أعماقه بالمقدار الذي نفذ إليه الماء المتنجس. خب، فلازم فد حمال يجي يشيل هذا الحب من جو إلى فوق، ما أدري 40 درجة 80 درجة كانت. المرأة قالت يمكن هذا الحمام رجله تكون نجسة وحذائه يكون نجس وإيده تكون نجسة فينجس كل البيت. هي كانت ضعيفة ما تقدر، فهذا العالم المسكين اضطر يروح لي جوه ويشيل هذا الحب أو الحب ويجيب لي فوق ويغسله وبعدين يودي لي جوه. كان يقول هاي إحدى قضايا، وهكذا في اليوم الأول واحد يطلق زوجته ويرتاح منها. النبي ما كان في اليوم الأول يتمكن يطلق فلانة وفلانة. المجتمع له توقعات، المجتمع ما يفهم أنه أنت عندك مشكلة، أنت ما عندك وقت. هو يرى القضايا من خلال مشكلته، يأتي عندك ويضغط عليك. إذا واحد قلبه مو كبير ما يتمكن يتحمل، يجب أن ينعزل في بيته.
أكو أحد علمائنا الشيخ زين العابدين المازندراني، هذا من مراجع التقليد، في يوم من الأيام كان يذهب إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه، جاءه فقير وطلب منه مال، فقيرا سيد كان يعني من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، وطلب منه مالا، قال أنا الآن ما شايل وياي مال، أنا دا أروح للحضرة، أنت بعد ما أكمل أنت تعال، أنا أرجع إلى البيت، تعال إلى البيت حتى أعطيك مالا. فالفقير ألح وغضب هذا الفقير، ثم بعد ذلك تفل في وجه الشيخ. الآن حقيقة إحنا إذا نتعرض لهذا الموقف ماذا نفعل؟ الذين كانوا معه أرادوا أن يؤدبوا ذلك الفقير، الشيخ قال لا لا تفعلوا شيئا، ثم قال إنني آمل أنه لا تلفح وجهي النار يوم القيامة ببركة بصاق واحد من ذرية رسول الله، ثم مسح البصاق على وجهه. بعدين التفت إلى هذا الفقير قال أنا بعد ما أكمل تعال للبيت حتى أعطيك. شوفوا هذا أي قلب يحتاج حقيقة. الله تعالى عندما قال لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري. ما يقدر واحد، إذا واحد ما بنى على تحمل المجتمع ما يتمكن أن يفعل شيئا. العاف، الإغماء، التحمل، هذه أشياء مهمة، والقضايا في هذا المجال كثيرة، ولكن الوقت ضاق. البعد الرابع، البعد العلمي، الخط العبادي، الخط الإداري، رابعا وأخيرا الحياة ككل بحاجة إلى تحمل وإلى قلب كبير. إذا واحد ما عنده قلب كبير يتحطم، الحياة تدمره. ذاكرين أنه واحد اشتكى شيئا، يقول فذهبت إلى عمي خالي منه فاشتكيت له فلان مشكلة ألم عنده، فقال لي يا بني لا تشتكي لا إلى عدو ولا إلى صديق، إذا تشتكي إلى العدو يشمت بك، وإذا تشتكي إلى الصديق يتألم لألمك، وأنا إحدى عيني هاتين لا أرى بها شيئا منذ 40 عاما، ولم أخبر بذلك أحدا حتى زوجتي. يعني فقد إحدى عينيه على أثر مرض شيء، حتى زوجته ما افتهمت بذلك. العم حفظه الله كان يقول أنه دخلت على الشيخ بزرق الطهراني، كان معمر طاعن في العمر، ولم يبق منه إلا الجلد والعظم، يعني كل لحم ذاية. فقلت له كيف حاله؟ قال الحمد لله من أعماق قلبه. هذا إحنا كل يوم نقرأ الحمد لله رب العالمين، حمد
يعني هذه الحالة يجب أن نوجدها فينا. طبعا ولو الحمد أعم من الشكر من جهته، ولكنه يشمل الشكر. يعني الحمد لله، واحد كل يوم أول ما يقوم يصلي صلاة الصبح يبدأ بالحمد لله، يستذكر نعم الله تعالى عليه. قال الحمد لله، شوفوا بالأدعية شقد أكو حمد لله تعالى. أكو في الحديث عندما عندكم مشكلة أول ابدأوا بحمد الله تعالى، حتى عندما عندكم مشكلة روحوا إلى الله، الله أنعمت علي، كم من النعم، كذا كذا، بعدين يا الله عندي هاي المشكلة، حل لي هذه المشكلة. حالة الحمد وحالة الشكر هذه حالة جدا مهمة، مو فقط للآخرة حتى للدنيا. وإلا واحد دائما يعيش حالة صدام ويا الدنيا، حالة تناقض، تناقض داخلي. فقال الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، من أعماق قلبه كان يقول. بعدين قال الآخرين اللي في مثل عمري عدهم مثلا، الآن ما أدري شنو قال، ضغط الدم، أنا ما عندي ضغط الدم. الآخرين عندهم ضيق التنفس، أنا ما عندي ضيق التنفس. الآخرين شنو عندهم، أنا ما عندي. وأخذ يعدد نعم الله تعالى عليه. قال فقط أنا فدشي يؤلمني، وهو أنه كان مبتلى بأن الدمع يجي من عينه بلا اختيار. هذا نوع من المرض، واحد عينه تدمع، فيقول أنا عندما أكتب الدمع ينزل على كتابتي ويمحو كتابتي، أنا متألم فقط من هذه الجهة. هذا متألم مو لشخص وإنما لعمله. شفت واحد من الشيبة وعمر فوق 100 هذا الرجل، وكان في منتهى الحيوية هذا الرجل. كان أنا عندما كنت أسأله شلون أحواله، كان يقول الحمد لله كل شيء ما بيه، فقط ركبتي توجعني، هذا ما الله ابتلاني بوجع الركبة حتى لا يضربوني عين الناس يقولون هذا الشايب شلون ما بيه شيء. ودائما كان في حالة ابتهاج، أكو بعض الأفراد دائما في حالة ابتهاج، وبعض الأفراد دائما في حالة اكتئاب. كان رايح هذا الرجل لألمانيا لشيء ألم به، فتشي طارئ ما أتذكر شنو. فيقول الطبيب بعد ما فحصني وكذا قال أنت شنو تأكل؟ أنت قلبك مثل قلب شاب في 30 مثلا. هو كان عمره ذاك الوقت يمكن 90 عام عندما راح إلى ألمانيا. أنت شنو تأكل؟ قلت له في الواقع هذا مو مربوط بالأكل، إحنا أنا لا، قلبي مو متعلق بالدنيا. أكو بعض الأفراد قلبهم مشدود بالدنيا، أنا قلبي مو مشدود بالدنيا. إذا واحد أكل أموالي، هوايم كانوا يأكلون أمواله، ما أحقد عليه، يعني حتى حقد قلبي أنه ليش أكل أموالي ما أحقد عليه. إذا واحد تقدم علي ما أحسد منه، هذه حالة الحسد من المدمرات للدين وللدنيا. واحد يشوف منه تفوق عليه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هسه ذاك عنده كفاية تقدم عليك، أنت حاول فاستبقوا الخيرات. مو أنه واحد يحسد، إذا واحد تفوق عليه أنا ما أحسد منه. من هالأشياء يقول الطبيب الألماني شوي فكر، قال هاي الأشياء مو موجودة في منهاجنا الطبي، احنا نعرف اكل وشرب وماء وكذا وكيفية، اما هاي الاشياء مو موجودة في منهاجنا.
واحد ينبغي عليه في جميع أبعاد الحياة أن يحاول أن يمتلك مثل هذا القلب الكبير. أما كيف يمكن ذلك؟ هذا يحتاج إلى الدعاء. الوالد رحمه الله كان يقول على ما ببالي، واحد عنده أي مشكلة في أي مكان يسجد شكرا مرتين، ثم يمسح بيده على التربة، ثم يمسح بها على موضع الألم. أظن هذا بالروايات ماكو. واحد يمسح بيده على التربة ويمسح بها على صدره، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمنحه قلبا كبيرا. الدعاء والإلحاح على الله تعالى وعلى أوليائه. التصميم، واحد يصمم على ذلك، عندما ترحون بالبيت صمموا على أن تتحملوا أولادكم، عندما تجون للمجتمع بالذات إذا بلغتم إلى مكان قدرة، من البداية ابنوا أنه أي مشكلة تأتيكم تتحملونها. البناء والتصميم، الدعاء أولا والتصميم ثانيا والتلقين ثالثا. واحد يلقن نفسه، هذا علماء الأخلاق ذاكرين. هذه الثلاثة، حفظ آيات القرآن الكريم. آيات القرآن تعطي، ونهج البلاغة وأحاديث أهل البيت تعطي للقلب سعة كبيرة. ما أدري نقلت لكم لولا أنه واحد سجن في سجن عجيب 18 عام تقريبا، ما كانوا يتكلمون وياه. عندما كان السجان يجي له كان يلبس نعال ما يطي صوت، يعني قطع عن العالم الخارجي نهائيا، حتى بهذا المقدار لا يسمع صوت ماشي. قال اللي كانوا معه بعد فترة قليلة كلهم أصيبوا بالجنون بعد كم يوم أو بعد كم أسبوع. هذا 18 عام بقى بدون أن يصيبه شيء. قالوا له كيف؟ قال لأني كنت حافظا للقرآن وأقرأ القرآن. القرآن وأحاديث أهل البيت تعطي صلوات الله عليهم سعة كبيرة للروح وقوة عظيمة للمؤمن. هذه أربعة أشياء مؤثرة ومهمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات.